أما محطتنا هلأ زينب رح نحكي عن السمنة وأضرارها. فكتير من الأشخاص يمكن ما بيعرف شو هي المضار الحقيقية، خاصة أنه صار يمكن شيء منتشر بشكل كتير كبير بالمجتمعات. فشو بسبب من أمراض والإصابة بالوزن الزائد نتيجة تراكم الدهون الناتجة عن استهلاك سعرات حرارية زائدة عن حاجة الجسم مع عدم حرق تلك السعرات وعدم ممارسة الرياضة؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع أخصائية التغذية هيا شجاع. يسعد صباحك هيا. صباحكم خير. يسعد صباحكم. سعد لي صباحك يا هيا، اشتقنا لك. والله وأنا بالأكثر. حبيبتي، اليوم عم نحكي عن موضوع، هو موضوع السمنة اللي عم لاقيه يعني منتشر جدا وشائع جدا من أعمار صغيرة حتى لأعمار كبيرة، زائد أنه بفصل الشتاء عم يزيد الوزن بشكل كتير كبير وبقى في صعوبة لحتى ننزله بفصل الصيف. أول شيء خلينا نحكي عن العامل الوراثي بيلعب دور بزيادة الوزن، لأنه دائما بنقول مثلا شكل الجسم وراثيا. طبعا صحيح هاي القصة؟ طبعا. هلا اكيد اكيد العامل الوراثي هو فينا نقول السبب الثاني للتعرض للسمنه، والسبب الاول هو العادات الغذائيه الخاطئه. العامل الوراثي هو في كثير يعني احتمال تقريبا 50% الشخص يطلع معه سمنه اذا كان هذا الشيء وراثي، هو في عامل جيني لهذا للسمنه، وبنفس الشيء اللي بيعاني من النحافه بيكون في عامل وراثي للنحافه، يعني مرات بيكون نحيف بياكل مثل اللي عنده السمنه بياكل مثله وضعفه وبيضل نحيف، وهداك حرام فعلا بتلاقيه انه عم ياكل بالحدود الطبيعيه، شبكة الهواء بيقولوا بيسمع وبيضل سمين. طبعا العامل الوراثي بيلعب دور كثير كبير، حتى في اشخاص بتلاقي وزنهم معتدل، حتى الوزن المعتدل هو عامل وراثي، يعني في اشخاص بيكونوا قابلين للسمنه بنسبه 50% اكثر من اشخاص ثانيه. هي العامل الوراثي بيلعب دور كثير كبير. طبعا حتى العامل الوراثي هالجينات اللي بتخليكي في احتمال اكبر للسمنه اذا كان موجود عندك، كمان هي في مورثات لتوضح الدهون بمناطق مختلفه، يعني في اشخاص بتلاقيهم سمان من ايديهم، في اشخاص بتلاقيهم سمان من بطنهم، في اشخاص بتلاقيهم سمان من رجليهم، كمان هي العامل الوراثي لتوضح الدهون باماكن مختلفه بيلعب فيها دور كثير كثير كبير. حكينا عن عامل الوراثة والنمط الغذائي السيء أو الخاطئ، خلينا نحكي عن العوامل كلها اللي بتؤدي للسمنة. تمام. السبب الأول لنتخلص من العامل الوراثي إذا فينا نحكي هو العادات الغذائية الخاطئة. أول سبب للسمنة هو العادات الغذائية الخاطئة، يعني حتى لو كان نحن أوريدي عنا عامل وراثي، إذا نحن مشينا بعادات غذائية صحيحة فممكن كتير نتجنب العامل الوراثي ومثل بيقولوا نفوز عليه. فالعادات الغذائية الخاطئة هي من أول ما يكون البيبي، يعني حتى أول ما يلد الشخص لازم فورا الأهل يهتموا بعادات الغذائية الصحيحة، يخلوه يبعد عن السكر، يخلوه يبعد عن الدهون، يبعد عن الشيبسات، عن البسكويت، عن كل شيء معلبات. فهون العادات الغذائية الصحيحة ممكن تطغي كتير على العوامل الوراثية اللي نحن عنا إياها. وطبعا دائما في غلط كتير بيرتكبوه الأهل، بيجيبوا لي أنه أنا ابني نحيف سمني. طب هذا الشيء كتير غلط، تركوا الولد إذا نحيف تركوه لأنه لاحق يسمن، لاحق ينمى، لاحق يأكل، لاحق ببعض الأحيان يخبص بالأكل. فمعلش تركوه مثل ما هو، مو اذا كان نحيف معناتها هو فيه مشكله، او مو معناتها ما حينمى بشكل صح او ما حيطلع طويل. فهالعادات بتبلش من الصغر، هي العادات الغذائيه الخاطئه. نحن طبعا من الصغر لازم نكون له جسمه، لانه فعليا عن جد من الصغر الشخص بيتكون جسمه. اذا علمتيه على رياضه وطلع جسمه رياضي بكفي معه هذا الشيء لمراحل كثير كبيره لبعدين، واذا عودتيه على الخمول وطلع ما بيحب يتحرك وما بيحب يحرق وما له خلق على رياضه، فبيضل مثل ما هو. نفس التطور العقلي، اذا نحن خلينا عقله يتطور وعلمناه بيطلع انسان، بيطلع شخص ذكي لبعدين، عنده معلومات لبعدين، مثل وقت نحن نقعد الولد على طول وقت على التلفزيون بيطلع ما بيعرف شيء لقدام. فنفس الشيء التغذيه، العادات الغذائيه. غير هيك العوامل الوراثيه اللي حكينا عليها، بعدين بتجي الاضطرابات النفسيه. الكآبه كثير لها دور كثير 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 كبير بالسمنه. يكون فشت خلق الاكل، فشت خلق، كآبة. حكيت بالبداية انه الصيف والشتاء، الشتاء معروف بالكآبة انه خلص انا بس بدي اقعد وكنكن. فكرت بس انا وصيفيين بامتياز.
فبصير ما في شيء الشخص يعمله، بضل كل الوقت ببيته بردان بس بده يتدفى. فكمان هذا عامل بيسبب انه نحن نتفشش بالاكل، نروح على المطبخ اكثر، نفكر بالاكل بشكل كثير كبير، نفكر بالمشروبات السخنه اللي كلها سكر مرات، مثل الهوت شوكليت، السويس ميس اللي هلا بنشوفهم، كل شيء فيه نسله الحلويات بيتطلبها الجسم بشكل كثير كبير بالشتاء. فكمان العوامل النفسيه لها كثير دور، والمواسم، غير انه ممكن يكون في عندنا ادويه بتسبب لنا السمنه. مثل شو؟ مثل الكورتيزون. الكورتيزون وقت نحن ناخده بيصير عندنا سمنه كذبيه، اللي هي الكورتيزون بيسبب لنا تحبس سوائل بما بيسبب لنا هي النفخه. ففكر حاله الشخص صار سمين، هو بمجرد ما يقطع الكورتيزون بيرجع مثل الاول. غير انه الكورتيزون له علاقه بارتفاع نسبه السكري. في كثير اشخاص اجوني على فكره بيكونوا عم ياخذوا كورتيزون بفكروا صار معهم السكري، هنا ما بيكون من السكري. وقت انت تاخذ الكورتيزون بصير بدك اجباري نظام غذائي معه لحتى ما يرتفع معك السكري، وهذا مو معناته انت صار معك سكري، لانه الكورتيزون هو له اعراض شبيهه بالسكري ولكن ما ضروري يكون معك سكري. طيب هيا، بما انه كنا عم نحكي عن، انت كنت عم تحكي بالبدايه انه الجسم مثلا في شيء وراثي باماكن معينه، تكدس الدهون مثلا ممكن يكون له انواع، مثل ما انتم اخصائيين تغذيه انه الكمثره بتجمع مناطق، هل في مثلا اغذيه معينه بتاثر على كل منطقه ممنوعه لازم تكون اذا حدا بده مثلا يخفف وزنه؟ تمام، خلينا نحكي عنها لانه كثير بيسالونا عنها هي القصه. تمام. هلا هذا اللي كثير انا بسمعه، هذا الخطا عن جد اللي كثير انا بسمعه، اي شخص بده ينحف حاله اجباري اجباري بده ينحف من فوق لتحت. تمام. يعني ما في شخص بينحف من تحت لفوق، وما في شخص بينحف من النص لفوق ومن النص لتحت، ابدا. اجباري بده ينحف وشه، بعدين رقبته، بعدين كتافه، صدره، ايديه، بطنه، محيط الخصر، وركه ورجليه، واخر شيء بطاط رجليه. حتى مرات النحف الزايد بيخلي تصغر نمره رجلك على فكره، يعني دائما بيجوني عالم نحفانين 20 كيلو بينحفوا 20 كيلو عندي بتصغر نمرة رجلهم، فهذا شيء طبيعي لأنه بالنهاية النحف من فوق لتحت بيبدأ، فما في شيء اسمه العكس صحيح. هلا بالنسبة للأشخاص بيقولوا لك إنه أنا إذا أكلت شيبس بيكبر بطني، إذا أكلت معكرونة بيكبر وركي، إذا أكلت خبز بيكبر رجلي، فهذا الشيء أكيد خاطئ ولا يوجد بالتغذية. بالتغذية يوجد إنه أنت قد ما بتاخد كالوريز قد ما بتسمن، يعني ممكن في اشخاص جسمهم بيحرق 1800 كالوريز هن وقاعدين. الكالوريز وقت انت تحرقيها بيكون عن طريق استقلاب الجسم، يعني جسم انت وقاعده بيكون عم بيقوم بوظائف نحن ما بنحس فيها. هذا الشيء بيؤدي انه الجسم بيحرق سعرات حراريه معينه بالنهار. كل جسم بيختلف حرقه عن الجسم الاخر، وطبعا بتختلف حسب جنس البني ادم، اذا كان ذكر او اذا كان انثى. الانثى لها حدود للحرق والذكر له حدود للحرق. الانثى لها حدود اللي هي تقريبا بشكل تقريبي اذا بتجمعي بين الكل 1500 وما تحت، الذكر بيحرق 1800 وما فوق مرات، عرفتي؟ فالمهم نحن نعطي السعرات الحراريه اقل من ما جسم بيحرق. وقت الجسم يحرق اقل من ما تاكلي هون بتبلشي تنحفي، وقت تصيري تاكلي مثل ما جسمك بيحرق هون بتصيري بتثبتي وزنك، وقت تاكلي اكثر من ما جسمك بيحرق هون بتصيري انت عم تسمني حالك. تمام. إذا بنحكي عن اضطرابات النوم يلي بنسمع إنه هي كمان إلى إيد كتير كبيرة بهذا الموضوع وبتسبب السمنة، إن كان على استقلاب الجسم وإن كان بزيادة السعرات الحرارية، شو مدى صحة هذا الشيء هي؟ هذا الشيء جدا جدا صحيح. حتى أنا وقتها يبلشوا معي بالدايت بقول لهم بتناموا بتنظموا نومتكم وبتنظموا فائتكم. السبب هو إنه أنت كل ما سهرتي أكثر، كل ما فكرتي أكثر، كل ما جعتي أكثر. كتير أشخاص ليش بقول لك أنا المسا كتير باكل، أنا ما مستعد ما افطر، مستعد ما اتغدى، بس طعميني المساء. هذا الحكي لانه قالب ليل ونهار ونهار وليل. تمام. هذا فعلا في مشكله، بصير في عندنا خلل بالساعه البيولوجيه عندنا، بصير الجسم بتنفتح قابليته اكثر المساء. هو عنده انه انا عامل جوي المساء، عندي رواق لانه كل الوقت انا بضوج، فانا وقتي المساء، فبيقوم بياكل، بصير بيشتهي اكثر. مرات اذا بيشوف حتى اي اعلان المساء عن الاكل بصير بده يعمل مثله ويقوم ياكل. هذا الشيء بيكون لانه المساء دائما في شعور بالاسترخاء اكثر من النهار، فتيجي شعور
شعور الاسترخاء هذا وعدم العمل بصير انت بحاجه تطلبي اكل اكثر، لانه حتى الاكل مرات بحسسك بالسعاده باللحظه اللي انت بتاكلي فيها، بعد الاكل ببلش شعور الندم. تمام. فهي فعلا الاكل هو بيعطي ناحيه من نواحي السعاده، فمشان هيك الاشخاص وقت يكونوا ريلاكس ومرتاحين ومسترخين المساء بصيروا اقرب للاكل اكثر. بنفس الوقت واضطراب النوم مرات بسبب الكآبه، بدون ما تحسي حالك التفكير الزايد بيعمل القلق، القلق بخليك تقومي وتاكلي اكثر، فاكيد اضطراب النوم له علاقه كثير كبيره بزياده الوزن. يعني هيا بما انه اختصرتي كل مجمل موضوع السمنه بعدد الكالوريز وايضا يمكن الكميه زائد النوعيه بنظام الغذائي اللي كثير هي مهمه، الكميه تكون مدروسه، ما انه مثلا طبعا صحن رز، لا انه كم معلقه. طب خلينا نحكي اليوم على اهميه الرياضه كمان اضافه للنظام الغذائي. دائما كل مدرب رياضه بنستقبله بيقول لنا 70% لنجاح الحميه هو الغذاء، 30% الرياضة، فالأساس هو الغذاء. فخبرينا كمان قد ايه مهمة اليوم الرياضة زائد انك تحافظي على نظام متوازن بالبروتين في كل شيء. يعني تمام، حكيتي نقطة كثير مهمة انه 70% تغذية و30% رياضة. ما فينا ننكر أهمية الرياضة لحال وأهمية التغذية لحال. طبعا كثير عالم بيقولوا لي يعني أنا إذا غذائي كان صح وما فيني انحف بلا رياضة، بقول له أكيد فيك تنحف، وبنفس الوقت الرياضة القاسية بلا غذاء كمان ممكن تساعد بشكل كثير كبير إنه تنزل بالوزن، بس كل شيء لحال بتتعبي أكثر. يعني إنك تضلك على رجيم لفترة طويلة وتتعذبي وما تجمعيها مع الرياضة فهي عذاب لإلك، وإنك تعملي رياضة وما تستفيدي لأنه أنت تغذيتك مو صح كمان عذاب لإلك، بس الاثنين لهم استفادة طبعا ما فينا نلغي دورهم، بس طبعا جمعهم مع بعض نحن بنحقق فيني أقول لك هدف 100% عن فعلا 100% وبزمن أقل ونفس الوقت أنت بتعملي شيب لجسمك كتير حلو. يعني أنت نحن عن طريق التغذية والرياضة، يعني مثل ما حكينا قبل شوي كنا عم نحكي إنه اللي متجمع دهون بالإيد عنده، إذا عمل هاد تغذية مع الرياضة ممكن يشد إيده ويساعد هالمنطقة اللي هو متضايق منها إنه يحرقها بشكل أكبر. طبعا تنزيل الوزن هو عامل كتير أساسي بإنه بنجاح الرياضة، وبنفس الوقت الرياضة مثل ما التغذية إلى مراحل، الرياضة إلى مراحل. وقت نكون نحن بدنا ننزل من وزننا بيكون تغذيتنا مختلفة ورياضتنا مختلفة، وقت نكون نحن بدنا نعمل شيب لجسمنا كمان بدنا نغير نوع الرياضة اللي بنلعبه ونغير نوع تغذيتنا اللي بنلعبه، وقت نحن يكون بدنا ضخامه كمان بده يكون تغيير بالاثنين بالرياضه وبالتغذيه، وقت نكون نحن بدنا ننحط او كيف بدي اقول لك نعمل مثل نشف جسمنا كمان بده يختلف التغذيه عنا بتختلف الرياضه، فباختلاف الاهداف عنا بدها تختلف تغذيتنا بدها تختلف نوع الرياضه اللي نحن بنقوم فيها. هل الاشخاص اللي ما بيحبوا الرياضه ومستعدين انه يتحملوا انظمه الرجيمات القاسيه و الصعبة، بعض الأشخاص يمكن ساعات طويلة ما بياكلوا، بعض الأشخاص يمكن بيعتمدوا على نمط غذائي واحد بتغذيتهم، خلينا نحكي عن مخاطر هذا الشيء، شو هو الرجيم المثالي إذا بدنا نقول؟ تمام، مخاطر هذا الشيء جدا له مخاطر، لأنه أنت وقت تحرمي حالك أو تعملي حرمان، أنت بيكون أو فعليا أول مرحلة بيكون عندك إرادة جدا عالية، فبتقولي خلص أنا ما عاد بدي آكل، أنا اليوم وجبة واحدة بتكفيني، فطرت ما بقى بدي كفي النهار، هذا الشيء كثير بيخلي يكون عندك اولا عدم استقلاب، الجسم بس تحسسيه انه انت ما عم بتفوتي له وجبات، لازم كل ست ساعات يفوت على معدتك وجبة، وقت ما تفوت هالوجبة، الجسم بفكرك انت بحالة مجاعة، وقت الجسم يفكر انه انت بحالة مجاعة بصير بيحتفظ باللي عنده وما بقى بيحرق عندك فبيخف الاستقلاب عندك، فصدقيني ما بنكون نحن استفدنا شيء ولا قمنا بشيء ذكي بالنسبة لجسمنا. هي أول شغلة. ثاني شغلة، حرمان من الغذاء المتكامل بيؤدي لنقص بالفيتامينات والمعادن. طبعا 90% من شعبك صار بيعرف هالمعلومة وبنفس الوقت بيرجع بيعملها. الفكرة بالنظام الغذائي المثالي هو أنه نحن ما ننحرم من ولا شيء. صدقيني لا المعكرونة لا اللازانيا لا البطاطا لا المعكرونة، فينا ناكل كل شيء طالما نحن تعلمنا قد ايه فيهم سعرات حرارية، تعلمنا الكمية اللي فينا ناكلها،
تعلمنا نصغر معدتنا، تعلمنا ننظم وجباتنا وننظم فائقتنا ونومتنا، هي اهم شيء لما نكون بحاله جوع. وقتا نحن نعمل هدول القصص فعليا كثير بنتجنب اغلاط وبيضل نظامنا الغذائي متكامل، وفيكي تقضيه سنه، تعمليه سنه ضلك على نظام غذائي بدون اي تخبيص. طبعا انا اللي بعمله اني فوت يوم مثل الهديه اللي هي وجبه واحده هديه، لما يحس الشخص نهائيا ولا 1% تمام، ولا 1% انه هو محروم من شيء، وبالايام كلها فعليا ما بكون يعني ما بيكون محروم من ولا شيء، فهذا هو الصح. لانه كمان التغذيه مثل ما حكينا لها ناحيه نفسيه، وقت الشخص ياكل اكله بيحبها هو بينبسط. أكيد. يعني هي في كثير من الأنظمة لتخفيف الوزن هلا دارجة، هي صوم متقطع، كيتو، نظام الغذاء الواحد لمدة أسبوع، كل مرة كمان بياخذوا شيء. قد ايه اليوم هدول الأنظمة مدى صح إنه هن صحيحين يعني وصحيين للجسم طبعاً. أو إنه لا ما لكل الأجسام وما لكل الأعمار، فخبرينا كمان. تمام. هلا حكيتي قصه كثير حلوه. الانظمه الغذائيه كلها اللي حكيتي عنها، ان كان الصيام المتقطع، ان كان الكيتو، ان كان الديتوكس، ان كان اي رجيم ثاني، فهو فعليا جدا صحي، بس في اشخاص بيناسبها وفي اشخاص ما بيناسبها. وهدول كل الانظمه اللي طلعوا عن طريق العلم وعن طريق اكتشافات. الصيام المتقطع هو مثله مثل الصيام العادي بالاسلام، اللي هو اكتشفوا انه نحن بس نصوم بيطلع عنا منسوب اسمه بيطلع عنا شيء اسمه الكيتونز بادي. هاي الكيتونز بادي كمان هي اللي اجت من نظام الكيتو. فالصيام المتقطع على فكره فكرته مثل الكيتو، بس هن عملوا الكيتو شيء والصيام المتقطع شيء حسب قدره الشخص. طبعا الكيتو هذا الرجيم ما بيناسب الاعمار اللي فوق ال40 سنه، لانه ببلش بيرتفع عند الكوليسترول، بتبلش بتسبب مشاكل كثير كبيره. فكل نظام إله ناسه، فما فيكي أنت تقولي الكيتو للجميع، ولا فيكي تقولي الصيام متقطع للجميع. في ناس عندها أمراض سكري ما فيكي تعملي لها صيام متقطع، بتدوخ بأرضها. في ناس عندها، يعني كل شخص حسب حالته، حسب وضعه، حسب عمره، حسب جسمه، حسب تحاليله، نحن بنعطيه الرجيم. طبعا الرجيم اللي بيناسب الكل بجميع الفئات العمرية وبجميع الحالات هو النظام المعتدل، اللي هو في فطور بعده سناك، غدا بعده سناك، وعشاء بعده سناك، اللي هن ثلاث وجبات كبيرة وثلاث وجبات خفيفة. هذا فعليا ما بيضر أي إنسان بأي مرحلة من عمره أو بأي حالة، لأنه هو متكامل. أما غير أنظمة اللي هي فيها حرمان أكثر، أو بدنا نقيم نوع من الأكل، إن كان النشويات ولا إن كان الدهون ولا إن كان ولا إن كان، فهذا طبعا حسب حالة الشخص بندرسها، بنشوف وضعه، بنشوف كمية الحركة تبعه، بنشوف الجنس تبعه، بنشوف كل هدول العوامل، بعدين نحن بنحدد له على اساسها النظام. طب نصائح اخيره بتحبي توجهيها اليوم لكل الناس اللي حابين يعملوا نظام ريجيم معين ويثبتوا وزنهم بعد هذا النظام؟ تمام. اللي بدي انصح فيه انه اللي بده يبدا اليوم قبل بكره، لا بقى يقول انا اول الشهر ولا بقى يقول انا اخر الشهر. يعني فعليا كثير هذا الموضوع فيه تاجيل، لانه بتلاقي الاشخاص عندهم ضعف انه انا بدي ابدا، انا بدي احرم حالي. بس قيموا فكره الحرمان، لانه فعليا نحن كان عندنا اخطاء بتلاحظيها من زمان كثير، انه دائما وحده بتنحف بدها تحرم حالها، فصار عندنا هذا الشيء مكتسب، انه حتى الاهل بيقعدوا مع اولادهم، لا بقى تاكل خبز، لا بقى تاكل مدري شو، لا كل خبز بس كل بكميه معتدله، كل معكرونه ولكن كل بكميه معتدله. فنحن بنغلط هذا الغلط انه دائما لا تاكل لا تساوي بتبقى بتنحف، لا كل كل شيء ولكن بكميات معتدله. هذا الشيء بيقيم فكره الحرمان، بيقيم فكره الخوف، مثل وقت يقولوا لك انت اذا ما بتصلي بتفوتي على النار، فهذا الشيء بينفر. فدائما ما يكون في فكره الحرمان موجوده بحياتنا، لانه الرجيم دائما اي شخص فيبدا فيه من اليوم، من اللحظه اللي هو فيها، دائما في لها بدائل. اذا انت بتحبي الحلو فيكي تاكلي حلو، ولكن ببدائل معينه نحن بنعملها بايدنا، او ببرودكتس معينه ممكن نشتريها بتكون كالوري فيها اقل من كالوري. التغذيه هي متعه، فعلا متعه حقيقيه، وانت تفهمي فيها واذا تعرفي تقري على المنتجات واذا تصيري تعرفي شو عم بفوت على جسمك طبعا. حتى الرياضه ممكن تصير متعه واذا تصير ادمان، واذا انت تعملي تغذيه مع الرياضه وتفرقي جسمك، صدقيني ما
بقى تتركي الرياضه، وهو صح انه تكوني عاده من عادات حياتك، لانه كمان بتخلصك من كثير نواحي سلبيه بنفسيتك انت الى نواحي نفسيه ثانيه. فصدقيني وقت انت تبلشي تلاقي نتيجه حتى لو كيلو كيلين بصير شيء عندك ادمان، لانه بتستمتعي بتصيري بالنتائج اللي عم بتشوفيها بجسمك. بعد كلامك هذا هي يمكن كثير من الصبايا والشباب تشجعوا كثير لحتى يعملوا ان كان دايت وان كان يفوتوا كمان لحياه الرياضه اللي كثير حلوه. فبدنا نقول لك شكرا كثير لك هي ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا. كلك زوج.